الخسائر الكبار احنا بنصدقهم. ولا حاول مش فاهم. مرحبا مشاهدينا، احنا اليوم موجودين في الخليل ومثلنا اليوم بيقول حكي لي تحكي لك. بدنا نشوف رأي الناس ونشوف تعليقاتهم. حكي لي تحكي لك. حكي لي. حكي لي. حكي لي. حكي لي. يعطيك العافية مستعجل. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ في مثل بيقول حكي لي تحكي لك. كويس. شو رأيك فيه؟ شو بتفهم منه؟ حكي لي حكي لك يعني زي المسائل مثلا، يعني أنت بتشتغل في مؤسسة بدي منك شغلة، بعتزك يوم من الأيام. انا بشغل في مؤسسه يوم من الايام بتعتزني، يعني ظبطني بظبطك. عين عليك. والله في بعض الحالات يمكن تكون مصلحه متبادله بين طرفين، هذا بنفع هذا وهذا بنفع هذا. طيب انت فسرته، ايش انا اتعلم منه؟ شو لازم اسوي يعني؟ مش معي كارت. بتعرف تحك؟ بحك. حك لي انت. حك لي اول يعني، ما هذا شغل مصلحه. مصلحه. يعني ماشي له مصلحه، ماشي لك مصلحه. لا انت حك لي. لا حك لي تحك لك. حمل لي يا فادي. حمل له يا حمل لي يا فادي. وانا اسمي فادي. حياك الله يا فادي. طيب ايش هلا افهم انا؟ لا انت حك لي تحك لك. حك لي تحك لك، الدنيا مصالح والله. لا يا حبيبي انت وش حك لي عشان انا حك لك. حك لي تحك لك. هذا الملكية. برنلي برنلك مش معي كارت برنلك والله. 100%. ايش يعني؟ 100%. حك لي بحك لك. بس. اعمل بعمل لك. اها هذا هذه البلد. حك لي تحك لك. حك لي تحك لك. طب تحك لهم للشفريه انت؟ لا انا دائما بمشي على الصح. على الصح. بدك تتعلم درس انه الدنيا كلها مصلحه. مش ماخذ معك شيء في الدنيا. يا مصلحجي انت. عمل بعمل ليش بعمل لهش؟ والله بطلع بوجهه. فز فيه. كل مجتمعنا بيمشي على هوا المصلحه. ولا عبالة. وانا برضو بدي امشي على هوا مصلحتي. ضبطني بضبطك، ركبني بركبك، وصلني بوصلك. الناس مصلحجية، يعني انا بدي اياك بشغله تستخدم بشغله انا اخذتها منك، بعدين خلص بمشي الشارع بقول لك السلام عليكم. طب حكي لي، طب حكي لك انا حكي لك. هاي حكيت لك. وهي حكيت لك. حبيب قلبي. اوجع. هي اقوال زمان يعني كانوا يحكوها، بس الحين افترض انه هذه الاقوال اندثرت يعني. افترض ان احنا نمشي يعني على قول الرسول انه نحن نبادر بالسيئه. حكي لي اكثر هون هون شوي. ايوه بحكي لك انا هلا بالحسن. بالحسن بالحسن بادر بالحسن. بالحسن وانت بتظبط حدا عشان يظبطك؟ طبعا في الشغل هذا لازم يعني. الاجير بدك تعطيه مصاري عشان يعطيك شغل. اها اليوم فيش شيء اسمه خير وترمي في البحر، فهمت كيف؟ وكمان ما بادر بالسيئه يعني زف. يا سلام. ما انت علمتني برضه. افهمني والله العظيم افهمني. هذه البلد اليوم معك شيكل بتسوى شيكل، معك شي بتسواش. حلو رنلي برنلك بس مش معي كارت ارنلك والله. الاستاذ رحت اعطيته 200 شيكل يظبط لك العلامه. باخذ 90 وبنجر. يعني المهم انا اكون مصلحجي. مصلحجي. طيب يا مصلحجي. انت تكون مصلحجي انا مش مصلحجي. هذه 100%. والعب يلا. والعب يلا. يعطيك العافيه. حبيب قلبي. حبيبنا. يلا. نفس السؤال. لا. حك لي تحك لك. ايش يعني معناته؟ ايش يعني نسوي؟ يعني نضل ماشيين على موضوع المصالح هذا؟ هذا الحكي احنا مش لازم نضل ماشيين عليه. إيش اكيد. بس هذا ما انا بقول لك بضل امثال موجوده في الناس، بضل كل يحكي زي ما بده، بس الصح انه انت ما تستنى حدا يعمل لك. الصح انه انت تعمل اللي لازم يعني. يمكن ينفع انفع واحد انسان يعني لله هيك. يعني يمكن انا بديش اقول لك كل اللي تحكي لك، يمكن انا انفع بشغله، اخدمه بشغله، اعطيه شغله. لانه الحياه مش مصالح. طيب يا سيدي، المهم احنا لازم انه الامثال هذه ما نقتدي فيها دائما، صح؟ صحيح. ما اخذش بدال هيك لله تعالى. يعني لازم يكون معروف بادر من نفسك يعني، مش انه لمصلحه معينه. لا لا بدنا نحك اليوم قد ما بنقدر، بدي احك. يعني اذا هو عنده واجب اتجاهك لازم يسويه بدون ما تحك له. كل واحد عنده واجب سواء في اي موقع هو موجود فيه لازم يقدم واجبه. تحك الكاميرا دوقف. طبعا وصلنا لنهايه الحلقه اليوم وحكيت كثير اليوم لو اتبت ضليتنا حك للعالم وما حدا حك لي.
يلا منيح عرفنا الناس مين منهم مصلحه مين بيحب المصلحه مين ما بيحب المصلحه. مظبوط شباب؟ مظبوط. وما حكم راسك من اقولكم حلقه جديده بتشوفونا مدر جديد. ماشي ماشي. حكم راسك قولوا حكم راسك. السلام عليكم. عن الطبيخ عن الدكتور عن كل شيء. حلام والحلام ونفس الشيء.